مطور ألعاب وملحن قدم لعبة صارت ظاهرة في صناعة الألعاب. هذا العمل هو لعبة الRPG أندرتيل اللي حققت إنجازات كثيرة بفضل قصتها الفريدة وأسلوب لعبها المبتكر. اسمه توبي فوكس، أو على الأقل هذا هو الاسم المعروف فيه، وهو من مواليد ولاية ماساتشوستس الأمريكية في سنة 1991. توبي فوكس كان يعشق سلسلة إيرث باوند المعروفة باليابان باسم ماذر، وكان عضو بموقع starman.net باسم راديشن. هذا الموقع كان مخصص لهذه السلسلة من تطوير نينتندو اللي يتجمعون فيها عشاق السلسلة ويناقشون فيها اللعبة، وكان عضو فعال في الموقع حتى سنة 2011. توبي درس علوم بيئة في جامعة نورث إيسترن بمدينة بوستن الأمريكية، وقبل ما يبدأ عمله على لعبة أندرتيل ما كان عنده خبرة في تطوير الألعاب، ما عدا تطوير ألعاب ما خلصت على محرك RPG Maker 2000 مع أخوانه الثلاثة. أحد أول أعماله اللي ساعدته وخلت الناس تتعرف عليه كان عمل اسمه Earthbound Halloween Hack، وهذا كان روم هاك نزل على موقع ستارمن في سنة 2008 التابع للعبة Earthbound. وأحداث هذا الهاك في شخصيات وعوامل كثيرة من لعبة Earthbound مع اختلاف القصة، وهي تعتبر تايم لاين مختلف أو فترة زمنية مختلفة عن الأحداث اللي صارت في لعبة Earthbound الأساسية. وفي هذا الهالوين هاك سمعنا فيه لأول مرة اللحن المشهور والمحبوب من الكثير ميغلوفينيا. بعد هذا الهاك توبي ركز بالعمل كملحن ولحن موسيقى مختلفة لويب كوميك أو قصص مصورة رقمية اسمها هومستك خلال آخر سنة له في الثانوية. وبعد فترة من العمل مع صانعي هومستك صار هو الرئيس فريق الموسيقى لها، وكان ينظم جدول الملحنين الثانيين ويمنتج ألحانهم حتى تكون مناسبة للحظات في هذه القصص. لعبة أندرتيل كانت أول لعبة يطورها من الصفر، وسبب تطويره للعبة كان عشوائي، بحيث كان يتصفح في ويكيبيديا قائمة الفاريابلز في البرمجة، ولما تعلمهم قدر يسوي نظام كتابة، ومن هنا بدأ يتعلم عن البرمجة أكثر، وبدأ أندرتيل اللي صدرت رسميا على PC والماك في سبتمبر 15-2015. توبي في أندرتيل كان كاتب القصة، المطور والملحن حقها، بينما الشخصيات والتصاميم جت من أعمال أشخاص ثانيين، وأكثر الرسومات جت من الفنانة تيمي تشانغ. أندرتيل حققت نجاح ضخم لتوبي وباعت أكثر من مليون نسخة، وتركت بصمته في صناعة الألعاب. عشاق أندرتيل وقعوا في حبها، وصار الكثير من اللاعبين يسمعون اسم اللعبة بشكل مستمر بفضل عشاق اللعبة المندفعين اللي يبغون الناس يعيشون هذه التجربة الفريدة مثلهم، لدرجة مجموعة من اللاعبين بدأوا يكرهون اللعبة بسبب عشاق أندرتيل. ووضح توبي فوكس بأنه ما تفرق معه إذا في أشخاص ما عجبتهم اللعبة، لأنها مبلي الجميع. اللعبة مثل ما ذكرت حققت نجاحات ضخمة وكسبت جوائز عديدة، لكن مع ذلك توبي فوكس كان متواضع وقال أن اللعبة مخصصة لفئة معينة، وأشوفها تستاهل 8/10 لو هو راجع اللعبة. الكثير ممكن لعب أندرتيل وما قد لعب ألعاب اللي ألهمت هذه التجربة المميزة، فنقدر نشوف كيف التوجه الفني للعبة أندرتيل والقوائم حقتها، خاصة قائمة القتال تشبه Earthbound. هذا غير الحس الكوميدي لنص اللعبة، مع أن الأحداث سوداوية وجدية اللي خلت فيه توازن فريد من نوعه في أحداث اللعبتين. ووضح توبي فوكس في عدة مقابلات بأن أسلوب القتال في اللعبة وخاصة أوامر الأكت والميرسي مستوحاة من سلسلة شين ميغامي تنسي، لأن شين ميغامي تنسي تسمح لك تكلم من وحوش اللي تقاتلهم وتقدر تخليهم ينضمون لك. فقال أنه حب هذا الطابع في لعبة شين ميغامي تنسي، وحب يكون المحور الأساسي في لعبة أندرتيل. أما نظام الدفاع في اللعبة فيقول مستوحى بشكل كبير من لعبتين، وهم سلسلة ماريو أند لويجي RPG، بحيث يمديك تخفف من ضربات الأعداء أو تعديها بشكل كامل لما يجي دور خصمك في اللعبة. بينما اللعبة الثانية هي توهو بروجكت، بحيث توبي أخذ أسلوب لعب البوليت هيل منها وحطها في دور دفاعك عن الضربات بدل بس ما تنضرب بشكل تلقائي مثل باقي ألعاب RPG. بعد نجاح أندرتيل الضخم وكسبها لأكثر من جائزة لعبة سنة، توبي في 2016 نزل مجموعة كبيرة من الألحان اللي ما استخدمها في أندرتيل، وساعد في كتابة مجلة Profound Waste of Time، وهي مجلة تركز على فن تطوير الألعاب. وفي 2018 دخل قائمة أهم 30 شخص عمرهم أقل من 30 بسبب صنعه للعبة أندرتيل، وبسبب هذا النجاح قدر يزور المطور المخضرم ماساهيرو ساكوراي صانع سلسلة كيربي وسوبر سماش، ولعب كم جيم معه. وبعدين ساكوراي أضاف لبس شخصية سانز لشخصيات المي في اللعبة. غير هذا فهو برضو ساعد تلحين معزوفة واحدة في لعبة بوكيمون سورد اند شيلد، وأيضا ساعد في تلحين موسيقى لآخر ألعاب جيم فريك وهي ليتل تاون هيرو. في أكتوبر 30/2018 توبي فوكس نشر تغريدة يشوق فيها عشاق أندرتيل، تقول تعالوا بكرة لحساب اللعبة بعد 24 ساعة على تويتر. ولما مرت هال 24 ساعة توبي نزل أول فصل من لعبته الجديدة دلترون بشكل مجاني، ووضح بأن الفصول الثانية ما لها موعد إصدار حتى الآن،
وأضاف بأنه كان يشتغل على دلترون من 2012. توبي فوكس بدأ بداية صغيرة ومع الاستمرارية والإصرار تعلم كل شيء من الصفر لوحده، وحرص دائما بطلب المساعدة في الجهات اللي هو مو متخصص فيها مثل الرسم. وكل هذا الإصرار والاجتهاد قدر يحصده المطور توبي فوكس مع تقديمه واحدة من أكثر الألعاب الفريدة من نوعها في وقتنا الحالي. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا كان عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليها أكثر اكتبوا اسمه في التعليقات. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.